في المغرب أكدت الحكومة تفهمها لما وصفتها بالمطالب المشروعة لأهالي مدينة الحسيمة شمال شرقي البلاد، وقالت إنها تعي بشكل كامل مسؤوليتها في توفير شروط العيش الكريم للمواطنين والوفاء بجميع الالتزامات التنموية لصالح سكان المنطقة. تصريحات الحكومة المغربية جاءت بالتزامن مع تظاهرة خرجت في المدينة تلبية لدعوة أطلقها نشطاء احتجاجا على ما اعتبروه تجاهل وتهميش السلطات لهم، ورفع المحتجون شعارات تطالب بالوفاء الحكومة بوعودها في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.